هلو بنات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير يا ربي. طبعا انا هسه خلصت من الدوام وحاليا رايحه على مكتبه الكتب، راح اخذ كتاب. من زمان طلبت كتاب ووصل الكتاب، ان شاء الله بعد شوي اروح اخذه استلم الكتاب، بس ما راح اقول لكم عن شنو، بعدين راح تعرفون الكتاب عن شنو. بالنسبه للبنات اللي سالتوني بصفحه الفيسبوك وباليوتيوب بالتعليقات، بصراحه ما كان عندي وقت اجاوب الكل وبسبب الالتزامات الخاصه، فامتحانات قربت والتزامات كثرت، فلهذا السبب ما اقدر اجاوب الكل. فبما انه اليوم انا خلصت على وقت وراجعه للبيت، وراح اجاوب البنات اللي سالوني اسئله هوايه عن البشره. انتظروا وتابعوا وياي الفيديو. حاليا تعالوا وياي على مكتبه. نروح على المكتبة نخلي بارك شاين وبعدين يلا نروح. شوفوا جيت للمدينة المركز، شوفوا شنو لقيت. يا الله يجنن، شوفوا الألوان. سبحان الله، شوف الألوان ما تشان حلوة. يقولك شبيدة داينوس. بي هاي. تشيكو. هلو تشيكو. هلو. بي ألف. فمف. واو. بي ألف بيستو. تشيكو. هلو. 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 زيشن. زين شن؟ هاي مركز المدينة. تشوفون هذيك البناية اللي قبالكم، هي هاي المكتبة جاية عليها. صراحة اليوم الجو حلو، لولا أطفال يكون يخلص وقت الدوام مالتهم فيجون. يجون بعد الوقت تقريبا 12 ساعة، 12 دول الأطفال الصغار. هنا فرشة حلوة، هذول هنا السيارات الصغيرة. هذه هي مو مالها علاقة بالسوبر ماركت، بس موادهم تكون كلش طبيعية، يعني شغلاتهم كلها طبيعية. حلو. موادهم تكون طبيعية، لهذا السبب يجون يعرضون هنا أشياءاتهم. هذا مركز المدينة هنا، وهاي المكتبة مثل ما تشوفون بالزاوية، مدينة الكتب. خلينا نفوت ونشوف الكتاب وصل. Hallo. Ja. Ja. Du bist jetzt auf meinem Hausschlüssel. Okay. Du bist anders. Ja, dann gehen wir mal. Nein. Was ist denn das? Ja. 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 نشوف بنحكي يا رجال وارجع لكم. هذا الكتاب تقريبا وصل، بس عندي هنا كارتة تشوفها. يا 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 انا عبرة ثانك يو تشيز. هذا اخر ما الكتاب وصل. هذا الكتاب تقريبا عن امراض الجلد، بس ما راح اخرب المحتوى وبعدين اقول لكم عليه. قبل ما ابلش بالموضوع راح اروح دقيقه واحده وارجع لكم، خليكم هنا وتروحون. جبت لكم هذا المقطع مال البشره مالتنا، يبي مجموعه بصبغات الميلانين، بالناقلات الحسيه، ببصيلات الشعر، مثل ما تشوفون. المهم بنات ما ادوخكم بالموضوع، احنا موضوعنا اليوم عن المسامات الواسعه شلون تصير. هذه عندي الغده الدهنيه، اوكي؟ هاي الغدة الدهنية تفرز الدهون. طيب إذا فرزت الدهون بطريقة طبيعية راح يعني مثل حال أي بشرة يعني عادية،
ما راح يسبب لي مشكلة على سطح البشرة طبيعي، لكن إذا صار عندي إفراط كبير بهذه الغدة الدهنية تفرط أكثر من اللازم دهن، فهذا راح يطلع على الخارج فراح تنسد عندي القناة. طيب إذا انسدت القناة راح يسبب لي إلى رؤوس سوداء، لأنه الدهون تراكمت بداخل ممر القناة، فبمرور الزمن راح يتغير اللون مالتها، راح يصير لونها من دهنية صفراء اللون إلى سوداء. طيب وعندي مشكلة ثانية اللي هي المسام الواسع، شلون يصير هاي الغدة الدهنية إذا فرزت الدهون وبقى متعلقة بالقناة الدهن ماذا يطلع برا عندي بسبب تنظيف الخطأ أو بسبب زيادة بالإفراز الدهون؟ إذا بقى بهذا القناة راح القناة تكبر مالتها، فهذا هو اللي يسبب المسام واسع. المهم راح أحكي لكم هسا عن الأسباب وطرق العلاج مالتها. المسام احنا نقدر نقول عليها هو بوابة، هاي البوابة من خلالها نقدر نستقبل المواد الخارجية، وايضا من الداخل تطرح الجسم الشوائب او الدهون الزايدة من خلال هذه القناة اللي هي المسامات. كلنا عندنا المسامات، لكن اكو يصير افراط بزيادة بالدهون يسبب بدل ما تكون القناة تفرز بهالطريقة راح تتوسع القناة بسبب افراز الدهون. طيب لكن اقول لكم على معلومة بسيطة، ترى العلاج مرتبط بطريقة تعاملنا ويا البشرة مالتنا. يعني مثلا تجيبين فد منتج تريدين تنظفين بي البشرة او تريدين تجففين الدهن الموجود على البشرة، راح تستخدمين هاي المادة بطريقة متكررة، فهذا شنو راح يسبب؟ راح يسبب جفاف البشرة، واحنا عندنا على طبقات البشرة مالتنا ناقلات حسية، هاي الناقلات راح توصل للغدة الدهنية مالتنا، راح تقولها انه البشرة جافة افرزي دهن، راح تفرز الغده الدهنيه دهون زياده وانت تنظفين منها وهي تفرز دهون منها، انت تنظفين فراح تصير عمليه يعني مثل العكسيه للمنتج اللي تستخدمي. لهذا السبب اقول لكم علاج المسام الواسع مرتبط بطريقه تعاملنا ويا البشره مالتنا. شلون يعني؟ بالنسبه نجي على التنظيف، تنظيف البشره ما تحتاجين تنظفين بشرتك اكثر من مره باليوم، نظفيها مرتين كلش كفايه، حتى لو كانت بشرتك بيها دهن نظفيها مرتين كلش كفايه الصبح وبالليل، حتى من خلي الغده الدهنيه مالتنا تفرز زياده عن اللزوم، لانه احنا اذا خلينا البشره دائما جافه راح تفرز زياده عن الدهون، فاحنا ايش راح نسوي بهالحاله؟ راح ننشط الغده الدهنيه، واحنا ما نريد ننشط الغده الدهنيه، احنا نريد الغده الدهنيه تفرز دهن بطريقه صحيحه. وايضا الماده اللي تختاريها تنظفين بها البشره حاولي تكون بها عده عناصر، اذا كانت عناصر معدنيه او عناصر نباتيه، من اهمها مثلا عندنا الكبريت يشد البشره يضيق المسام وايضا يساعد على بناء الكيراتين بنسبه 50%، ومثلا عندنا زايدن اكستراكت او مثلا حمض السالسيك، عده عناصر راح اترك لكم اياها بصندوق الوصف تقدرون تشوفوها من تريدين تشترين مثلا ماده منظفه للبشره او تختارين اي كريم ثاني. ثاني شغله هي التونر، التونر يضيق المسامات الواسعة وأيضا يشد لنا البشرة. مثل ما تعرفون درجة حموضة البشرة عندنا درجة متعادلة، حتى نحافظ على توازن حموضة البشرة عندنا نختار تونر مناسب، يا أما يكون من مادة طبيعية يا أما يكون من مواد جاهزة. بالنسبة للمواد الطبيعية مثلا عندنا خل التفاح أو مي الورد أو عصير بذور العنب أو الشاي أو عدة مواد مختلفة تساعد بتقليص المسام. مواد الطبيعية يعني إلها مفعول بصراحة نفس المادة الجاهزة. إذا أردتي تشترين تونر جاهز تشوفين بالمحتوى أكو عدة عناصر مهمة بصراحة تكون بالتونر، لأنه أنت تريدين تضيقين المسام فلازم تكون هذه العناصر موجودة بهذا التونر. مثل عندنا الهاماميلس اكستراكت، مثلا أحماض فيتامين آ، أو مثلا الصويا الهيدروجيني، أو بيزابلول، أو ألانتسيون. راح أكتب لكم عدة عناصر بصندوق الوصف خاصة بالتونر، إذا أردتي تشترين تونر جاهز تلقين بالمحتوى لازم تكون هذه العناصر. ماكو هو فرق بصراحة بين مفعول التونر الجاهز أو مفعول المادة الطبيعية، مجرد اختلاف بسيط هو بلطافة البشرة، مثلا تكون نعومة البشرة، لأنه مادة جاهزة تحتوي على التريتي أويل، هذا إله ينطي مفعول على البشرة، هو يعني شلون احنا نقول ينعمها فقط لا أكثر ولا أقل، لكن المفعول هو نفسه.
نفس المفعول هذا يبقى على حسب ميزانيتكم، اللي يحب يسوي بالبيت أو اللي يحب يشتري على حسب رغبتكم أنتو. مهم استخدام واقي الشمس لأنه يحتوي على فيتامين دي، وفيتامين دي يحمينا البشرة من الشيخوخة ومن التهيجات ومن التصبغ وأيضا من أشعة الشمس، ويعكس لنا الأشعة الفوق البنفسجية. لذلك استخدمي واقي شمس قبل ما تحطين ميك أب، وإذا ما كنتي تحطين ميك أب تقدرين تخليه لمن تطلعين برا حتى يحمي البشرة مالتنا من الأشعة الفوق البنفسجية، لأنه أضرارها على البشرة تخلي الخلايا الكيراتينية ما تبني وما تتساعد بسرعة، راح يؤذي البشرة مالتنا. لهذا سبب أكو بنات هواية ما يستخدمون واقي الشمس وتشوف عندهم تصبغات. فاستخدام واقي الشمس بصراحة كلش مفيد، رغم من أنه البشرة دهنية لكن هذا ما يمنع أنه هي تحتاج للرطوبة. إذا أردتي تختارين كريم مرطب للبشرة لازم تختارين كريم اللي بنسبة مي وليس بزيت، تبتعدين عن أي كريم بنسبة زيوت. إزالة المكياج قبل النوم، هواي من البنات ينامون المكياج بوجههم، هذا أكبر غلط لأنه أنت عندك مسامات متوسعة وهذه المسامات لازم ما تنامين، والمادة يعني الميك أب يكون على البشرة راح تسد لك المسام وتسبب رؤوس سوداء أو حب شباب أو مشاكل التهابات بالبشرة بسبب القناة مغلقة. فلهذا السبب بنات حاولوا تنظفون البشرة مالتكم، وما يمنع تحطين كريم مرطب يحتوي على نسبة مي أكثر من نسبة الزيت على البشرة قبل ما تنامين. بالنسبة للبنات اللي يحطون هواي ميك أب وعندهم مسامات واسعة، حتى تتجاوزين مرحلة إنه المادة السيليكونية أو المواد الميك أب تدخل بالمسامات، تسوين مكعبات الثلج والخيار وأيضا النعناع، تسويهم على شكل مكعبات ثلجية، وقبل ما تحطين الميك أب مالتك تدورين على المكانات وخصوصا منطقة الفراشة هذه، تخلين المسام يتقلص وتقريبا 10 دقائق تتركيه، وبعدين تغسليه بماء بارد وحطي الميك أب، حطي واقي شمس وبعدين الميك أب. بهاي الحالة راح تقلصين المسام زين، وما راح تخلين تسمحين مادة الميك اب الفونديشن يعني يدخل بداخل المسامات لانه انت بهاي الحالة قلصتي. كيف ننظف المسامات اللي تحتوي على شواذ او رؤوس سوداء؟ تبتعدين كل البعد عن استخدامك للسنارة، وايضا ما تستخدمين الضغط على المسامات. اذا تريدين تنظفين هذه الرؤوس السوداء من المسام، تهيئين البشرة بجهاز البخار او عن طريق منشفة، تجيبين منشفة بمي حار وتعصريها تخليها على البشرة تقريبا دقيقة مو أكثر، ومن بعدها تجيبين الغسول المناسب للبشرة. وأنصح باستخدام الغسول اللي حافظ على درجة البي اتش للبشرة، درجة حموضة البشرة. تبتعدين عن الغسولات العميقة جدا للبشرة لأنه العملية عكسية، راح يجفف البشرة وبالتالي راح تزيد إفراز الدهون عندنا. إذا كان عندكم أي سؤال تقدرون تكتبوا لي بالتعليق أو تكتبوا لي بالفيسبوك، إن شاء الله أجاوبكم بفيديوهات جديدة. شكرا لكم وإن شاء الله استفاديتوا من المعلومات البسيطة، ومع السلامة.